الفكره ديال المهرجان جات بشراكه من عند واحد الصديق عزيز صاحبي وخويا طاهر الزرقوالاص اللي هو فنان مغربي مقيم بالكوت ديفوار. عيط عليا واحد النهار قال لي عندي واحد الفكره، واش مستعد انك تمشي معايا في هذه التجربه هذه وفي هذه المغامره؟ قلت لي انا معاك على راس العين، عجبتني الفكره بحكم ان غادي يكون مهرجان افريقي مغربي ومغرب من ضمن القاره الافريقيه وبطاقه افريقيه، سواء بالكاستينغ سواء بالبرمجه ديالو سواء بالتنظيم ديالو حتى بالصحافه ديالو. ان شاء الله بحول الله نكون عند مستوى الحدث. باش نكون معك صريح، خدينا واحد الوقت قياسي، ربما مهرجان اخرين كياخذوا عام ديال توجد المهرجان. حنا بدينا كنا تلاقينا في واحد سفر في الخارج انا وولاص، ومن ثم بدات الفكره بالضبط في شهر فيفري 2017. الطموح ما محدودش، لان انسان بطبيعته ما عندوش حدود في الطموح ديالو. حنا حتى بغينا نشوفوا هذا المهرجان هذا كبر، واحد 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 الوليد يلاه تزاد وكبار ودار رجلين واعتمد على راسه وخد الطريق ديالو. ما بغيناش نشوفوا غير الدوره الاولى والثانيه او الثالثه، بغينا نشوفوا الدوره 30 و40 ويبقى مورانا هذا المهرجان هذا، وياخذوا واحد اخرين اللي يجيو من مورانا ويقوموا به. هذا هو الطموح، هذا هو الحلم ديالنا، هذا هو الهدف ديالنا. ولكن كنركزوا بالاساس في الدوره الاولى، لان هي بطاقه التعريف ديالنا او لاكارت فيزيت ديالنا، البطاقه المهنيه هي الدوره الاولى، يعني خصنا نقوموا بها وتكون في المستوى وتنجح. من بعد داكشي علاش كيف قلت في الندوه الصحفيه، ربما يكون عندنا في الدوره الثانيه او الثالثه نفتحوا على ورشات، على محترفات، على ويجيو معنا فنانين اخرين. حنا ما كنحاصروش فقط في غير واحد اللمه، حنا بغينا كل شيء يساهم في هذا المهرجان هذا. الفكره عجبت كل شيء الحمد لله. التواصل كان عبر واحد صديق، لانه هو الماتخ دو سيريموني، هو المعلم ديال الجلسه ولاص، وعنده علاقات بفكاهين في القاره كلها سواء في المغرب او خارج المغرب، وكان الحمد لله سهوله انهم يشاركوا معنا ويقبلوا معنا، والفكره ما كنظنش تستحق الرفض.